بلغني أيها الملك السعيد أن علي الزيبق المصري لما وصل إلى بغداد خبأه أحمد الدنف في قاعة الشطار وأجل خروجه إلى غير ميعاد، لكن علي الزيبق غلا دمه وفار فخرج يجوب شوارع البلاد. يجب أن أخرج من هنا وليكن ما يكون. فرأته دليلة المحتالة وشكت في أمره، فضربت عليه بالرمل لتكشف ما خفي من سعده، فاكتشفت أنه من رجال الدنف، وأخبرت ابنتها زينب فاعتراهما الهم والأسف، وحلفت ابنتها أن تلعب عليه الحيل وتفضحه بين العباد. دعي أمره لي يا أمه، حتى يرحل بخزيه ولا يعود إلى بغداد. فتزينت وخرجت إلى السوق، حتى إذا رأته ورآها سحرته بالحسن والقوام الممشوق. اسمك يا سيدة الحسان. وأخذته إلى بيت الأمير حسن شر الطريق على أنه بيت أبيها. حلفتك بالله ألا ترحل وأن تدخل معي إلى البيت فأطعمك وأقوم بواجب ضيافتك. واستضافته وأكرمته بما يليق، فتوهم أنه قد يخطبها من ذويها، ثم أقنعته أنها أوقعت في البئر خاتم خطبتها. يا ويلي، سقط الخاتم في البئر. فتطوع لينزل ويأتي به، لن ينزل أحد سواي، حتى هربت بملابسه. فلما عاد الأمير إلى البيت ظن أن في البئر عفريتاً. هل أنت لص يا هذا؟ لا يا سيدي. فلما رآه شاباً قد نصب عليه عفى عنه وأعطاه ملابس قديمة كانت لديه. قل الصدق، ولك عهد مني أن أعفو عنك. ورجع علي إلى قاعة الشطار وحكى لهم ما حل به من عار. فلما سمع حسن شومان ما جرى له سأله: وماذا تنوي الآن؟ أريد أن أتزوج بها. هل أنت جاد؟ أجل يا حسن، أنا جاد. هيهات يا علي، هيهات، أخرجها من بالك. قد فات أوان ذلك، فقل لي ما السبيل إلى الزواج منها يا شومان. إن كان ولا بد فسأساعدك، ولكن على شرط أن تنضم إلي وتمشي تحت رايتي وتكون من رجالي. فأراد أحمد الدنف أن يعترض، ولكنه استحيا بعدما اكتشف علي الزيبق ما فعلته زينب النصابة به وبرجاله. وأما علي كتف الجمل ففرح. الآن يخلو لي وجه أحمد الدنف، فأصبح أنجب تلامذته. نعم، لك مني ذلك يا حسن. إذن يا علي، غير ثيابك والحق بي إلى قاعتي. فلما وصل علي قاعة شومان اصطحبه حسن إلى المخزن وأخرج بعض الأغراض. خذ هذه حلة من حلل رجالي، ولكن لا تلبسها بعد حتى نفرغ من حيلتنا. وأي حيلة سنحتال يا سيدي؟ سترى. فأخرج صورة مرسومة لرجل، ثم أخذ قدراً وغلى فيه شيئاً أسود لزجاً مثل الزفت، ثم مزجه بشيء من الصمغ الأبيض ودهن به وجه علي الزيبق، وشكل المزيج على وجه علي حتى تغيرت ملامحه وصبغ شعره، فصار كأنه هو الرجل الذي في الصورة، وألبسه ثياب الخدم. إن في الخان الذي تحرسه دليل المحتالة طباخاً، لا يخرج من الخان إلا بعد صلاة الفجر، يذهب خلصة إلى السوق ليشتري اللحم والخضار، وهو الوحيد من خدم الخان وحراسه الذي لا يلازم دليل ليل نهار، فهي تبقيه في الخان وتأتمنه على مفاتيح كل شيء فيه. وكيف السبيل إليه إذن؟ لقد أمضيت شهراً أتتبعه وأحفظ ملامحه، حتى أتقنت رسم وجهه وشكلت قناعاً على صورته، وها أنت قد صرت تشبهه تماماً. فتوجه إليه غداً بعد صلاة الفجر وسلم عليه.
وقل له إنك أخوه التوأم وإن أهله دلوك عليه، فقد سمعت من بعض الخدم أن أباه خطفه من أمه وجاء به إلى بغداد صغيراً ولا يعلم عن أمه أو بقية أهله شيئاً. وهل تراه يخبرني بكل ذلك؟ إن صدقك هو فسيصدقك غيره، وإن لم يصدقك علمنا أن علينا أن نجد حيلة أخرى. صدقت؟ فإن صدقك فقل له تعال نأكل الكباب ونشرب بعض الخمر، وادخل أنت وهو قاعة الخدم داخل الخان ودعه يشرب حتى يسكر، ثم اسأله عن أنواع الطعام الذي سيطبخه في ذلك اليوم وعن أكل الكلاب وعن مفتاح المطبخ وعن مفتاح المخزن. وهل تراه يخبرني بكل ذلك؟ أجل سيخبرك، فقد علمت أنه رجل سكير يخبر بجميع ما يكتمه إذا شرب. ولما قد تأتمن دليلا سكيرا كهذا؟ لأن كل حراس الخان أبناء عمومته وشرطوا عليها أن تستخدمه، وحلفوا لها أنه لا يشرب خارج الخان أبدا. هكذا إذن. وبعد ذلك بنجه والبس ثيابه وخذ السكاكين واجعلها في حزامك، وارفع سلة الخضار واذهب إلى السوق وتظاهر أنك هو واشتري اللحم والخضار، ثم ادخل المطبخ والمخزن واطبخ وأعد السفرة، ثم احمل الطعام وادخل به على دليلة بعد أن تضع البنج فيه لتخدر الكلاب والحراس والخدم ودليلة وابنتها زينب. وماذا أفعل عندها؟ عندها تصعد إلى سطح الخان وتأتي بجميع الثياب التي سرقتها زينب من معلمك ورجاله، وإن كان مرادك أن تتزوج بزينب حقا فأتي بالحمام الزاجر الذي ترعاه زينب للخليفة، فقد استأمنها على حمام رسائله كما استأمن أمها على خان التجار التابع له، وذلك الحمام الزاجل أغلى عند زينب من حياتها، فإن أخذته ثم أعدته إليها لن ترفض لك طلبا. ثم تعشى علي الزيبق مع حسن شومان وجلس عنده حتى أذن الفجر، فخرج وقصد خان الخليفة فرأى الطباخ خارجا إلى السوق. أخي العزيز أخيرا وجدتك. فعندما رآه الطباخ أوقع سلة الخضار من يده. أنس أم جان؟ قل لي عليك الأمان، من أنت ولما وجهك مثل وجهي؟ أنا أخوك التوأم، خبأتني أمنا كي لا يخطفني أبونا ويبعدني عنها كما فعل بك. هل أمي حية؟ لم تمت في المخاض؟ أجل حية ترزق، وهي من دلتني عليك بعد أن اشتد عودي ولم تعد تخاف علي من أبينا. فبكى الطباخ وحضن علي. حبيبي أخي أخي أخي، تعال يا أخي نجلس. تعال تفضل، فقد جئتك ببعض الكباب والشراب وكنت أظن أني سأراك في وقت العشاء. فضحك الطباخ بعد أن انتهى من معانقة علي. كل وقت مناسب للكباب والشراب. فأدخله إلى مطبخ الخان وجلسا فأكلا وشربا حتى سكر الطباخ وبدأ يفشي الأسرار. وكم نوعا من الطعام تجيد طبخه يا أخي؟ أجيدها كلها، فكل يوم أعد 5 أنواع في الغداء
وخمسة أنواع غيرها في العشاء. أقد طلبوا مني بالأمس نوعا سادسا، وهو الزردة، ونوعا سابعا وهو حب الرمان بالعسل. وهل تقدر على كل تلك الولائم وحدك؟ أجل أقدر، فأنا أحضر سفرة لزينب، ثم سفرة لدليلة، وبعدها أطعم الحراس، وبعدهم الخادم، ثم الكلاب، فأعطي كل كلب كفايته من اللحم، وأقل ما يكفي كلا منها رطل من اللحم. وكيف لك أن تتذكر تفاصيل كل سفرة منها دون أن تخطئ بينها؟ فأخبره الطباخ بتفاصيل كل سفرة ليتباهى بقوة ذاكرته، فانشغل علي الزيبق بحفظ تفاصيل السفرات ونسي أن يسأله عن المفاتيح. فلما غاب الطباخ عن الوعي خبأه علي في مكان بعيد عن أنظار دليلة وحراسها، ثم أخذ ملابس الطباخ ولبسها والتقط السكاكين وسلة الخضار وخرج إلى السوق وابتاع اللحم والخضار، ثم رجع ودخل من باب الخان الأمامي، فرأى دليلة جالسة تتفقد الداخل والخارج، ورأى حولها الأربعين حارسا مسلحين. لقد حانت ساعة الامتحان حيث يكرم المرء أو يهان. فلما رأته دليلة شكت فيه. إن أردتم أن تعرفوا أكثر عن دليلة المحتالة ولاعبها في بغداد، يمكنكم الاشتراك بصوت بلس على أبل بودكاست كي تستمعوا لحلقات أنتجناها خصيصا لكم، موسم إضافي خاص عن المحتالة دليلة. ارجع يا تلميذ أحمد الدنف، أتظن أنك تستطيع أن تحتال علي في خاني؟ ماذا تقولين يا سيدتي؟ Do the Texas thing and visit the Range Austin. This Friday, June 7th, we are letting loose with our famous machine gun tables. Who doesn't want to shoot a machine gun for only $35? You heard it right, $35 for a full auto experience at the range. No experience needed, great for anyone. The Range at Austin is located off 35, 10 minutes south of downtown. Open all 7 days a week. Visit therangeaustin.com to do the Texas thing and book a package, buy a membership, or learn more. Some people just know the more you protect, the more you save with Allstate. Because they know insurance math. Like if you protect your home and auto, Allstate can save you up to 25%. So it's like losing money if you don't bundle. Save more when you protect more. Bundle home and auto with Allstate today. Bundled savings vary by state and are not available in every state. Saving up to 25% is the countrywide average of the maximum available savings off the home policy. Allstate Vehicle and Property Insurance Company and affiliates, Northbrook, Illinois. طباخنا لا يخرج بعد شروق الشمس أبدا، ولا يدخل من الباب الأمامي. لقد وجدت الجزار غائبا اليوم، فذهبت إلى سوق أخرى لآتي باللحم، وعندما عدت كان الباب الأمامي أقرب إلي فدخلت منه. اعترف، ماذا صنعت بالطباخ أيها المحتال؟ أي طباخ يا سيدتي؟ فهل هناك طباخ في الخان غيري؟ فشكت في نفسها من إصراره، لكنها لم تتوقف عن التشكيك فيه. أيها الكذاب، أنت علي الزيبق المصري. أنت تريدين تلفيق أي تهمة لي كي تتخلصي مني؟ فهب الحراس بنو عمومة الطباخ لنصرته. هذا ليس ابن عمومتكم، هذا علي الزيبق المصري، وما أظنه إلا قد بنج ابن عمكم أو قتله. ها؟
هذا ابن عمنا سعد الله الطباخ. سعد الله الطباخ نعرفه ونعرف شكله جيدا. سأثبت لكم صدق كلامي، لدي خليط يمتحن التهان والزفت والعجين ويزيلها. فقامت وجاءت بالخليط وغسلت به وجه علي وحكت، فلم يتغير منه شيء لأنه ممزوج بالصمغ. فقال الحراس: دعيه وشأنه، دعيه وشأنه، فلم يبق الكثير على وقت الغداء. حسنا، إن كان هو ابن عمكم حقا فاسألوه عن نوع الطعام الذي طلبتموه منه ليلة أمس. فسألوه: كل يوم أطبخ لكم العدس والأرز والحساء ويخنة الدجاج وماء الورد، وقد طلبتم مني أن أضيف اليوم نوعا سادسا وهو الزردة، ونوعا سابعا وهو حب الرمان بالعسل. لقد أصاب. فلندخل معه إلى قاعة الخدم، إن عرف مكان المطبخ والمخزن ومفتاح كل واحد منهما فهو ابن عمكم، وإلا فاقتلوه. فتذكر علي الزيبق أنه نسي أن يسأل الطباخ عن المفاتيح. لقد حانت ساعتك يا زيبق. فدخلوا به قاعة الخدم ولحقت بهم دليلة، وكان الطباخ قد ربى قطا، وكلما دخل الطباخ وقف القط على باب المطبخ ليطعم، ثم ينط على أكتافه إذا دخل. فلما دخل علي ورآه القط نط على أكتافه، فتفاجأ به علي ورماه، فجرى القط أمامه إلى المطبخ. يبدو أن هذا القط يريد الطعام، ولابد أنه يشم رائحة بقايا الطعام خلف باب المطبخ. فأخذ المفاتيح فرأى مفتاحا عليه أثر الريش، فعرف أنه مفتاح المطبخ، لأن الطباخين عادة ينتفون ريش الدجاج في المطبخ. ففتح الباب ووضع الخضار ثم خرج، فجرى القط أمامه وعمد إلى باب المخزن. يبدو أن هذا القط قد أحسن الطباخ تربيته حتى تعود على أن يسير معه حيث يذهب. والطباخ يضع الخضار في المطبخ ثم يضع اللحم في المخزن، ثم بحث في المفاتيح فرأى مفتاحا عليه أثر الدهن، فعرف أنه مفتاح المخزن ففتحه. حينها قال الحراس: يا دليلة، لو كان غريبا ما عرف مكان المطبخ والمخزن، ولا عرف مفتاح كل مكان منهما بين مفاتيح الخان. والله إن هذا ابن عمنا سعد الله، إنما عرف الأماكن من القط وميز المفاتيح من بعضها بما عليها من أثر، وهذا الأمر لا ينطلي علي، ولكن سأدعه الآن إكراما لكم. ثم دخل الزيبق المطبخ وطبخ الطعام وحضر السفرات، ثم أخذ سفرة إلى زينب فرأى ثياب معلمه أحمد الدنف وثياب رجاله، ومن بينها ثيابه معلقة كالزينة في جناحها. ثم نزل ووضع سفرة دليلة وأطعم الحراس والخدم والكلاب، لكن دليلة لم تأكل خوفا من وجود البنج في الغداء، فخبأت الطعام وتظاهرت بتناوله. إذا نام الجميع بعد الطعام تيقنت أنه الزيبق، لأنه سيضع البنج في الطعام فأقيم عليه الحجة وأقبض عليه. لكن الرجال لم يناموا، فاطمأن قلب دليلة، وكان باب الخان لا يفتح إلا في الغداة كي يخرج التجار إلى أشغالهم، وفي العشي كي يعودوا إلى مضاجعهم. فلما غابت الشمس قام علي وحضر العشاء للجميع ووضع فيه البنج هذه المرة. لابد لدليلة أن تأكل الطعام الآن. فبنج جميع الحراس والخدم والكلاب ودليلة وابنتها زينب، ثم أخذ جميع الثياب والحمام الزاجل وفتح باب الخان وخرج، ثم سار إلى أن وصل إلى قاعة حسن شومان. هل نجحت الحيلة يا علي؟ بشرني. فحكى له الزيبق جميع ما جرى. أحسنت يا علي، أخيراً
انتقمنا لإهانة معلمك على يدي دليلة وابنتها. ثم قام علي ونزع ثياب الخدم وغلى له حسن شومان أعشاباً وغسله بها، فزال عنه ذلك المزيج وعاد إلى صورته الأولى. ثم ذهب إلى حيث خبأ الطباخ وأعاد إليه ثيابه وأخذه إلى مخدعه في الخان. وعندما استيقظ الطباخ من أثر البنج كان قد نسي كل ما جرى في الأمس، ثم ذهب إلى السوق وأحضر اللحم والخضار ورجع إلى الخان. يا ترى أين ذهب أخي التوأم؟ أم تراني تخيلته في المنام؟ وأما دليلة المحتالة فإنها ظلت مبنجة حتى أفاق تاجر من القاطنين في الخان عندما أشرقت الشمس، فرأى باب الخان مفتوحاً والحراس والكلاب مبنجين، فنزل إلى قاعة دليلة فرآها وفي رقبتها ورقة وعند رأسها إسفنجة فيها مضاد البنج، فوضعها في أنف دليلة حتى أفاقت. أين أنا؟ لقد نزلت فرأيت باب الخان مفتوحاً ورأيتك مبنجة وكذلك الحراس والكلاب، ووجدت عندك هذه الإسفنجة والورقة. فأخذت الورقة وقرأت ما فيها: لقد علمت أنك لن تأكل البنج إن وضعته في طعام الغداء، فانتظرت إلى العشاء. فعرفت أن علي الزيبق قد خدعها وأخذ بثأر معلمه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.